التأشيرات دي مضروبة يا مدحت، ده شغل المخزنجي. مخزنجي ايه يا ابو مخزنجي؟ يلا حط التذاكر جوه الباسبورتات. بقول لك ده شغل المخزنجي يا مدحت، انا مش قفل. لا، في دي بقى قفل. ايه رأيك؟ طب انا هروح لحد فيهم السفارة. راح فين يا جدعان انت؟ مالك؟ ده شغل المخزنجي يا مدحت. بس عدى على العفريت. لا يا مدحت، اللي دول. انا ممكن اتفق معاك على بتوع البرج وعزبة البرج، لكن لحد دول لا، دول بلدياتي. التانيين ما يعرفهمش، ما كنتش معاهم عيش وملح، وما عرفتش جايبين الفلوس ازاي، وانا متفق معاك قبل ما اجيبهم على الدق، صح؟ انا الحق عليا اللي خدتك معايا وعرفتك على المخزنجي واسرار الشغل. كنت لازم اخليك ساعي هنا في المكتب زي ما كنت في الجيش. انا كنت ساعي في الجيش يا مدحت، انا كنت مدفعجي محترم، احسن مدفعجي في الكتيبه. عشان خاطري، الناس دول لازم نطلعهم سلاح زي ناس كتير طلعناهم قبل كده، عشان خاطري. مفيش عقود تكفيهم. وبعدين هنجيب لكل دول عقود منين؟ إيه؟ يستنوا لما يجيلهم عقود سليمه ويطلع لهم تاشيرات سليمه. عندك فكرة هنطلع بكام من العملية دي؟ بعد المصاريف واللازم منه؟ هنصفي ربع مليون جنيه، خميرة كويسة عمرنا ما كنا نحلم بيها. نعمل شركة أنا وأنت ونسيب مكتب السفريات ده ونشتغل على واسع. بقول لك إيه؟ ما تتعبش نفسك. الناس دي هتجي لها عقود صحة وتأشيرات صحة ترجع لها فلوسها. ما كانش تلاتة بالله العظيم لأكون مبلغ عليك الفلوس بنفسي. قلت إيه؟ قلت لك غبي. يا عم زخاري حاج زهاب تعال يا هنيدي. استنى انت جدع، انت الله يخرب بيتك يا منتصر يا ولد. قلنا في ايه؟ مفيش حاجه يا عم الحاج، السفر هيتاجل اسبوع بس لغايه ما نطلع التاشيرات. كيف يا ولدي؟ ده احنا عملنا حسابنا خلاص. معلش يا عم زخاري، بعد اسبوع يا متحبيه. اسبوع يا منتصر، العقود سليمه والتاشيرات سليمه ان شاء الله، كله سليم. روح يا عم زخاري وبعد اسبوع تعالوا، ولا انتوا عايزين فلوسكم تروح عليكم؟ قلنا يا منتصر في ايه؟ مفيش يا عم خاطر، الطياره هتاخر اسبوع، ما جراش حاجه يا اخي. يلا انتوا بالسلامة دلوقتي عشان تحققوا القطر. يلا اسبوع، يلا اسبوع، ما فيش حاجة يا سالم. يلا لا حاجة. مع السلامة، مع السلامة. مع السلامة يا خالد، مع السلامة. الأسبوع الجاي مستنيكم. هتغير التأشيرة ازاي على الباسبورتات؟ كله بالفلوس. هنلغي القديمة ونعمل واحدة جديدة. من السفارة. من السفارة يا منتصر. والعقود. والعقود يا منتصر. تصدق بالله لو حصلت خيانة ما هرحمك طول عمري يا مدحت. انت لسه زعلانة مني؟ طبعا، ازاي تكلمني بالطريقة دي؟ عشان بحبك وخايف عليكي. تقوم تتصرف معايا بالهمجية دي قدام راجل غريب؟ يقول عليا ايه دلوقتي؟ لو قال عليك كلمة اذبحه. انت اصلك طيبة يا زينب، ما انتش فاهم حاجة، دي عالم نكسة ولازم نبعد عنها. انت مكبر الحكاية أكتر من لازم بصراحة. لا يا زينب، أنا النهاردة بس عرفت إن مدحت شغال شغل بطال مع الولية اللي اسمها نجوان دي. دي ست ظريفة جدا، مالها يا روح؟ مالكيش دعوة بيها، دي ست بطالة، أنت أصلك بطة مغمضة ما انتش فاهم حاجة، وربنا خلصنا منهم على خير. فوت.